الو، سلام، سامعين؟ نعم دكتور، تمام. سامعينك دكتور. السلام عليكم، سامعيني؟ وعليكم السلام دكتور. شكرا. عليكم خير. السلام دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، قبل ما أبلش، في ناس بيحكوا لي إنه التسجيلات ما بيظهر فيهم صوت، صورة. لا دكتور، بين صورة. يعني بعرفش، غريبة يعني هاي، لأني أنا بشيكهم بالعادة، ببين معي صورة وببين معي كل شيء. لا دكتور، حتى أنا مبين معي يعني صورة وكل شيء يعني. هاي محاضرة كاملة زي ما بنشرحها على اللايف. نفسها بالضبط تكون. مين اللي كان يسأل؟ هو لي المعنى هي ولا بالأنالوج؟ اوكي، معناته يمكن الانالوج، معناها ممكن. طيب بسيطة، العدد اكتمل ولا لسه؟ اوكي، معتمدين انه تأخرت المحاضرة فصار من حقكم انه ما تحضروش، صح؟ طبعا مش من حقكم هو. حدا منكم بيروح الجامعة صحيح؟ في حدا من الموجودين بيروح على الجامعة؟ مختبر أو أي شيء؟ الأغلب لا، يعني أنا بالنسبة إلي ما في روح على الجامعة. أوكي، نايس عندي. أوكي، لأنه أنا أول يوم رحت على الجامعة من 4 شهور، اليوم زرت الجامعة، عشان هيك تأخرت وبعتذر على التأخير تبع المحاضرة يعني. طيب، هلا هو محاضرة اليوم ما راح تكون طويلة، احنا يعني معنا 40 دقيقة نشتغل فيهم. بدي بس انهي فيهم التشابتر. اخر مرة حكينا عن اشي سميناه الكومبايند اوتكمز، وشو هي البروبيليتي للبيرنولي ترايلز. فحكينا انه لو انا في عندي تجربة معينة مكونة الاوتكم تبعها من باس اور فيل، ترو اور فولس، أو أي نوع من الباينري أوتكمز 0 أو 1، أي نوع من الباينري أوتكمز بكون أنا بسميه هذا بيرنولي ترايل. البيرنولي ترايلز أنا دائما بوجد البروبابيلتي أوف ذا أوتكم من خلال المعادلة هاي اللي هي N كومبينيشن أوف كي بي تو ذا باور كي كيو تو ذا باور إن ماينس كي. أوكي، وجبنا وحكينا امبارح او يوم الخميس الاربعاء عن المثال هذا، اللي هو انه في عندك فايرنج اكسبيرمنت، واذا انت متاح لك 3 شوتس او 4 شوتس او وات ايفر الرقم تبعك، ايش هو المسموح لك، شو احتماليه اصابتين مثلا من ال3 اصابات، او مثلا ولا اصابه من ال3 اصابات. فبصير في عندك احتماليه معينه، بتعتمد انت الكي على انها الكي اللي بالمعادله هون على انها دائما هي عدد الاصابات المطلوب تحقيقها، والان هو عدد التجارب الكليه. اوكي، هلا حكيت انا شغله المره الماضيه انه هاي القيمه اللي هي 3 كومبينيشن 2، هاي المعادله هي شو هي؟ عبارة عن 3 فاكتوريال على 3 ماينس 2 فاكتوريال في 2 فاكتوريال، صح؟ اللي هي k over r، k فاكتوريال على k ماينس r فاكتوريال في r فاكتوريال، اللي هي هاي
المعادلة. تمام؟ هذا بسموهم counting number أو counting number، هم عدد مرات أو عدد الأشكال اللي ممكن تظهر منها التجربة في حال كان في عندي إرجاع. يعني أنا في عندي ثلاث طابات مثلاً، بسحب منهم طابة وبالتجربة الثانية برجع برجع الطابة اللي سحبتها، مش إني بخليها. فالفرق بينها وبين عدم الإرجاع اللي هو أنه لو سحبت أنت طابة من ثلاث طابات كل واحدة إلها لون، مثلاً لو حكينا شو احتمالية أنك تأخذ أحمر، أوكي بتكون واحد على ثلاث، لكن لو أنت سحبت مرة ثانية بدون إرجاع راح يكون عندك طلعت الأحمر. لو حكيت لك شو احتمالية أنه يطلع معك أحمر في المرة الثانية راح تحكي لي زيرو. بحكي لك شو احتمالية أنه يطلع أصفر بالمرة الثانية، شو بتحكي لي؟ احتمالية أي واحد من هذلاك أقسم مجموعهم بالمرة الثانية لما باجي أسحب بصير احتمالية ظهور أي رقم من رقمين شو بصير؟ نص. تمام؟ ليش؟ لأني أنا ما رجعت الطابة اللي سحبتها بالبداية. لكن حكيت أنا إنه هاي القيمة بالمتلاب أو على الآلة الحاسبة مرات إيجادها صعب أو بسبب مشاكل بالميموري. أوكي؟ فإحنا في عنا approximations لهاي القيمة. يعني هاي القيمة في لها approximation بحيث إنه، أو مش هاي القيمة الحالة، كل القيمة هاي المعادلة هاي اللي إحنا كتبناها هون بصير في لها approximation. في عندي نوعين من approximations. أول نوع بدي أسميه Poisson approximation. Poisson approximation، البوسون أبروكسيميشن هو عبارة عن تقريب لهاي المعادلة لكن له شروط. شروط كالتالي: إنه عدد التجارب الكلي عدد كبير، يعني n goes to infinity أو goes to very large number خلينا نسميها. ال p it's a very small number، يعني حتى أنها ممكن توصل الصفر، يعني 0.1 ممكن نعتبره very small number، 0.01 very small number. المضروب تبع n في b، هاد ال n في ال b لازم يكون مضروبهم ال very large number مع ال very small number يكون مجموع مضروبهم في بعضهم البعض أقل من 10. هاي قاعدة لحتى أستخدم، بدل ما أستخدم المعادلة اللي فيها الكومبينيشنز هاي بستخدم بدالها تقريب لإلها اللي هو هاد، أوكي، اللي هو exponential n في b مضروبة في n في b القوة أو to the power k على k factory، أوكي، على k factory. في عندي إشي بسميه ديمورف لابلاس أبروكسيميشن. ديمورف لابلاس أبروكسيميشن اللي هو بحكي لك إنه إذا كان ال n عدد كبير، هذا هو زي هيك، وال b كمان عدد صغير رقم صغير، وال n في b أكبر بكثير من 10، يعني مش أقل من 10، لا بالعكس هون أكبر بكثير من 10، بتصير هاي المعادلة شو تساوي؟ تساوي exponential k minus n b تربيع على 2n في b في q. ال q مين هي؟ قيمة b أو 1 minus b اللي هي الكمبليمنت تبع b، 2n في b في q على 2 pi n b q، على 2 pi n b q. أوكي؟ فمفهوم الفرق بين الـ 2 approximations، الفرق بسيط اللي هو بالحالتين لازم يكون n كبير و b صغير، لكن عشان استخدم بواسون ابروكسيميشن اللي هي هاي المعادله بس لازم احقق الشرط انه n في b اقل او يساوي 10، اقل من 10 يعني. الديمور لابلاس ابروكسيميشن لازم ال n في ال b اكبر من 10. اوكي، فنيجي للمثال. المثال بيحكي لك انه انت في عندك 100 ديفايس، 100 ديفايس ار سبجكتد تو ا باس فيل تيست. لما بسمع أنا باس فيل تيست يعني شو؟ يعني بيرنولي تريل. بيرنولي. هلأ إحنا كوننا بعدنا ضمن نفس السياق بيرنولي ما في خربطة، لكن لما بيجيك امتحان أو بتشوف لك مثال وتيفر شو وين شفته أنت، لما بتشوف باس فيل تيست لازم مباشرة يخطر في بالك مين؟ البيرنولي. أوكي؟ بيرنولي بيحكي، أو السؤال شو بيحكي؟ بيحكي لي إنه شو هي احتمالية إنه تو فيليرز
إذا كان احتمالية الفيل في المرة الواحدة كم مقداره؟ 10 to the to minus 2 10 to minus 2 مسموع الصوت. دكتور عفوا مش عارف الصوت مش واضح بقطع بس عندي ولا لا أنا قاعد بسأل الصوت واضح ولا لا لأني وقفت بدي أتأكد أن الصوت واضح قبل ما أكمل. بالنسبة لي واضح الآن واضح حاليا واضح أخير حاليا يس. واضح وقطع لفترة صغيرة مش طويلة. محمود موجود؟ محمود أوكي واضح. في حدا لسه الصوت بيقطع عنده؟ نعم نعم موجود دكتور. آه بيّن عندي شكرا. خلاص تمام. طيب فبحكي لي أنا شو احتمالية أنه 2 failures من أصل 100 2 failures من أصل 100 شو احتمالية 2 failures من أصل 100 في حال كانت احتمالية الفيل في المرة الواحدة 0.01 أو 10 to the minus 2 إذا كان أو ممكن أسأل أنا شو probability إنه 43 failure if the probability of fail في المرة الواحدة اللي هي 0.4 أوكي؟ فبنيجي بنطبق إحنا بنشوف الـ exact formula شو هي الـ exact يعني في الحالة الأولى هاي المثال هذا في 2 failures مع minus 2 الإكزاكت لما أنا بقصد إكزاكت يعني بطبق بالمعادلة مباشرة بطبق بالمعادلة بشكل مباشر إذا أي حدا معه آلة حاسبة قريبة منه يحط 100 NR أو NCR في عندك كبسة NCR اسمها على الكاسيو 100 NCR2 وشوف قديش الرقم راح يطلع معك هذا بلس أنت في عندك 10 قوى ماينس 2 to the power 2 وفي عندنا هنا 1 to the يعني 1 minus اللي هي 99% to the power كم 98 99% هون to the power 98 هاي القيمة قيمة كبيرة ليش لأنها هي عبارة عن 100 مضروبة في 99 مضروبة في 98 مضروبة في 97 لحتى توصل لوين لعند الواحد أوكي فهاي قيمة كثير لما أنا بشوف هاي القيمة كبيرة أنا بحكي إن في بي برجع على القاعدة بضرب العدد العدد التجارب الكلي كبير 100 اللي هي الإن البي شو مالها ماينس 2 صغيرة فبقدر أطبق الشو الأبروكسيميشن طب أي أبروكسيميشن أطبق أنا بطبق الأبروكسيميشن الأول ليش لأنه الأبروكسيميشن الأول شو بيحكي لي بيحكي له إن في بي أقل, N في أقل أو يساوي كم 10 فأنا باجي إن في بي شو تساوي واحد ضرب 10 قوة ماينس 2 شو بيكون واحد فإذا كان الإن في بي يساوي واحد اللي هو أقل أو يساوي 10 مين بروح أنا بواسون هسا كيف بطبق بواسون ولا إشي أنا في عندي بي أوف كي إيكوال تو باجي exponential minus n في b اللي هي exponential minus n في b ال n 100 ال b 10 يعني exponential minus 1 مضروبة في مين في 1 to the power k صح ال k كم مقدارها 2 على k factorial k factorial كم هي كمان 2 فهي صار زي كأنه exponential minus 1 على 2 اوكي فأنا شو بكتب هون exponential minus 2 في 10 minus 2 اللي عفوا هاي مش minus 2 هاي minus 2% مضروبة في 100 مضروبة في 10 minus 2 اللي هاي 1 to the power 2 1 على 2 factory 2 factory كم مقدارها هاي نعم 2 حدا ما بيعرف شو هو الفاكتوريال او ناسي
دكتور أنا بصراحة. طيب ممتاز، خليني أفتح الكتاب بس عشان أتفرج على إيش الشغلات اللي ممكن نكون إحنا ناسينها، لأنه في سكشن كامل اسمه counting. أوكي. هلا سامعين ولا لا؟ أنا حاسس إنه في بضل يصير معي مشاكل. سامعين دكتور. طيب خلينا نعمل شيرينج ل اوكي باوربوينت اوبن. ديسكتوب ماشي منا. طيب هاي نيو سلايد او شنو اما شيرينج للسكرين بس. اوكي طيب الان فاكتوريال او كي فاكتوريال، لو انا في عندي كلمه او حرف ان وبدي احكي ان فاكتوريال، هاي تقرا شو تقرا؟ ان ضرب ان واحد فاكتوريال وتساوي شو تساوي؟ تساوي ان ان ناقص 1 وين في ان ماينس 2 تمام مضروبه، يعني هاي كله ضرب 1 وفي مين حتى وين نوصل؟ حتى نوصل n minus ايش n كم الكل فاكتوري، وقبليها بقدر اكتب شو كمان n minus n minus 1 زائد 1 اللي هي مش ناقص. شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي لو أنا بدي أكتب 6 فاكتوريال، 6 فاكتوريال شو يساوي؟ 6 فاكتوريال يعني 6 مضروبة في مين؟ 5 مضروبة في 5 مضروبة في 4 مضروبة في 3 مضروبة في 2 مضروبة في 1 إيش؟ مضروبة في مين؟ في 0 فاكتوريال. 0 فاكتوريال أنا ليش كتبتها عمدا هون؟ لأنه صفر فاكتوريال كمان شو تساوي؟ تساوي 1، لهذا بقدر أكتبها على أنها تساوي 1، فهي بتصفي بالآخر يعني 6 فاكتوريال تساوي 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، أوكي؟ كمان ضرب 1، ليش؟ لأنه في عندي 1 من هون بس ما إلها قيمة. اوكي ففي عندك واحدة. طيب لو كانت رقم كبير كثير مليون او يعني خلينا نحكي 1000 مثلا، 1000 فاكتوريال لازم يصير 1000 مضروب في 999 ضرب 998 ضرب شو 997 ضرب شو ضرب مين ضرب 996 فاكتوريال عشان تقدر تكمل، صح؟ هذا لو تفرجت عليه المقدار ما هي 999 زي كانها 1000 وهاي زي كانها 1000 وهاي زي كانها 1000، ف 1000 ضرب 1000 مليون ضرب 1000 مليار ضرب 1000 تريليون وبتصير 1000 تريليون وهكذا، فال 1000 فاكتوريال رقم كبير كثير مش رقم صغير. ال 1000 فاكتوريال ال 100 فاكتوريال برضه مش سهل، لانه في عندك 100 ضرب 99 ضرب 98، في عندك بالتسعينات يعني 10 ارقام موجودين دكتور، حتى على الآلة الحاسبة بيعطي ماث ايرور بالضبط. يعني الـ 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 شوف ال 100 فاكتوريال على الآلة الحاسبة شو بيعطيك؟ 100 فاكتوريال
برضو math error. طبعا math error. فأنا لو اجيت أنا سألتك بالامتحان، لو سألتك أنا بالامتحان أعطيني هاي القيمة، وين النوت؟ لو قلت لك بالامتحان أعطيني هاي القيمة exact، مستحيل تقدر تطلعها على الحاسبة. ليش؟ لأنه الفكتوريال عالي كثير هون، لأنه عندك المية combination 2 شو مالها؟ رقم كبير، الآلة الحاسبة ما راح تطلعه. لكن لو جيت تكتب على الآلة الحاسبة عندك، اكتب exponential minus 2 في 10 قوة minus 2، هاي قيمة صغيرة بيطلع لك إياها، مضروبة في مين؟ في 1 على 2. إنك توجد هاي القيمة أسهل بكثير من إنك توجد هاي القيمة بالنسبة للفاكتوري، لأن الفاكتوري هي في عبارة عن شو؟ عبارة عن أمور مضروبة في بعضها البعض، يعني ألف مضروبة في كذا، مضروبة في كذا، مضروبة في كذا. أوكي؟ دكتور؟ نعم. لا عفوا، فكرت الصوت راح برضو. لا انا صفنت بس عشان انتو يعني اذا في حدا عنده سؤال يسأل. بحاول اختار مثال من الكتاب اللي معي. امبارح اشتريت كتاب جديد عجبني، فيه امثلة حلوة، بس هو مختلف عن كتابنا، يعني ككتاب اللي هو التكست بوك. خلينا بعدين بنجي منه بعدين أمثلة ومنجيب هالمحاضرة الجاية إن نعطيكم شوية تدريب. هلا في شغلة ثانية اللي هي شو؟ المثال الثاني هذا هو اللي هو إذا كانت الـ probability of failures، عفواً بيسألني عن الـ probability of 43 failures if الـ probability of failure كم مقداره في المرة الواحدة 0.4، يعني كل مرة أنا بجري فيها التجربة في عندي احتمالية عدم إصابة كم مقدارها؟ 0.4. فالإكزاكت بقدر أكتبه على أنه 100 على 43. جرب والله ال 100 على 43 بيطلع معك ولا لا؟ مين اللي معه الآلة الحاسبة هو؟ أنا دكتور معي بس بعرفش صراحة كيف بدي أطبقها على 100 على 43. دور دور على الآلة الحاسبة، في إشي اسمه NCR تيجي مش على الكبسة نفسها، تحتيها مع الشفت. دكتور 3.81 × 10^28 هيك طلع معي. كم كم؟ 3.81 × 10^28. 3.81 اللي هي المية combination 43. NCR. آه بالضبط. طيب وجد لي البوينت 3 مضروبة في 3.43، مش راح تطلع معك ولا بتطلع، هي بعطيك إياها كرقم. بوينت 3 قوة 43، البوينت 4 قوة 43، لا بتطلع 7.73 × 10^-18. طيب وفي عندك البوينت 6 قوة 57 كمان، هذا رقم كبير يعني فيه بريسيجن بالنسبة للآلة الحاسبة. هلأ بدنا، أنت عندك طريقتين، يا إما بتحل على هاي الطريقة وبطلع معك الرقم إكزاكت، أوكي، لكن لو هذا الرقم 43 نزل صار أقل من هيك، يعني مثلا وصل 10 مثلا 12 كذا، رقم أصغر من المية، أو المية كبرت هاي صارت مثلا 1000، بصير هذا الرقم مستحيل تطلعه كإكزاكت فورمولا. أوكي؟ تمام. فإحنا شو بنروح نعمل؟ بنطبق القاعدة. القاعدة تحكي إنه N كبير والـ 0.4 يعني. نعم. دكتور في واحد قاعد بيطلعنا من الميتنج يعني هي ثالث مرة يعني. مين بيطلعك من الميتنج؟ مش عارف، بيقول لي someone is removed you. شوي بدنا خليك معي. شو متولدين قاعدين احنا يعني؟
خليك نشوف السيتنجز. المفروض السيتنجز ما فيها اي شيء زي هيك. دكتور انا قبل شويه طلعت مع اي هاي حركه ايش انا البيان مش استبعتي كلها، ما في حدا بيقدر يعمل اشي الا انا. حتى انك تعمل ايديت على المسج اللي بتحطها ما معك مجال. مش مشكله، بنعالج هذا الموضوع بعدين. خلينا اشوف شو في سيتنجز فيه وبعدين بعالجه. خلينا نستغل الوقت المتبقي معنا. اوكي مفهوم. طيب هلا الباوربوينت. فانت هنا عندك الان في البي اللي هي 100 مضروب في 0.4 اللي هي 40، اكبر بكثير من 10 ال 40. شو بطبق انا؟ اي معادله؟ بطبق المعادله تبعت الابروكسيميشن اللي هي هاي المعادله. بحط k ماينس ان في بي 43 ماينس الان في البي اللي هي بتطلع معي 40، بيطلع بوينت بيطلع 3 اللي هي الماينس 9، لأن في عندي تربيع على 2 في، وبتكمل أنت القيمة هاي بتعوض بدل الإكس بنطلع الجواب. هون أنا كنت حاط الجواب زمان هون بس مش عارف ليش كاين مش ناقله، يعني أنا موجد القيمة بس مش حاط لكم إياها هون. نحس اليوم مشاكل كثير. الصوت قطع لي بسرعة. حاليا قطع. لساته قطع. طيب كيف سمعني بسأل؟ لأنه بقطع الصوت يطلع قاعد بمد كثير في الحكي بقطع قاعد. طيب شو المشكلة؟ مشكلة بالنت لما يكون هيك. أنا بحاول أصفن شوي مرات بس عشان أتأكد إنه ما في مشاكل. مشاكل مش عارف شو صراحة المشكلة اللي موجودة. ما كان في مشاكل ولا قليل جدا. سامعين دكتور؟ الصوت مسموع بس بطيء، يعني أبطأ من الوضع الطبيعي، هيك بيوصل متأخر. في مشكلة بالنت عندك بسرعة. ممكن هذا دكتور الصوت عندك بيقطع كثير. المحاضرات الماضية كان في مشاكل بالصوت عندي؟ لا ما كان في. المحاضرات الماضية كانت جيدة يعني، بس اليوم في تقطيع بالصوت. أعطوني لحظة شوي. هيك الصوت كويس واضح؟ مسموع. طيب ماشي، خلينا نكمل. اذا صار في مشكله خبروني ساعتها بندور على حل غير الحل. اوكي طيب هلا في كمان مثال عندي اللي هو شو التالي. المثال شو بيحكي لك؟ بيحكي لك an aircraft is trying to hit a building with the probability of hit
is 0.4. يعني في عندك طيارة بتحاول تضرب بناية وباحتمالية إصابة مقدارها كم؟ 0.4. If it needs two hits to crash the building، يعني أنت بحاجة إصابتين لحتى توقع البناية هاي. And there are three attempts only، يعني أنت معك فقط three missiles موجودين على وين؟ على الطيارة، أو معك في الطيارة وبدك ترميهم الثلاث، وأنت بحاجة إصابتين لحتى توقع هاي البناية. فشو احتمالية إنها البناية توقع؟ شو احتمالية إنه one hit، two hit، no hit؟ وشو احتمالية إنه يصير في عندي كراش؟ خلينا نشوف احتمالية. أو السؤال الأول شو بيحكي لي؟ بيحكي لي what is the probability of exactly no hit؟ شو يعني exactly no hit؟ يعني k equal zero. بس خلينا بالبداية قبل ما نحل هذا المثال، المثال هذا بحكي لك ده أشوف المعطيات اللي فيه. المعطيات اللي فيه إن probability of hit is equal to 0.4، عدد مرات عدد المرات المتاحة لك إنك تعمل هاي الترايل أو تضرب اللي هم ثلاث مرات، فمعناها n equal 3 و p equal كم؟ 0.4. تمام؟ 0.4. طيب probability of no hit، no hit شو بتعني؟ إنه ولا ضربة إجت على كرقم، ولا ضربة، ولا ضربة شو يعني؟ صفر. زي كأني بحكي probability of no hit هي نفسها probability of k equal كم؟ 0. فprobability of k equal 0 هي 3 على 0 0.4 قوة 0 مضروبة في مين؟ في 0.6 قوة 3 قوة 3. تمام؟ طيب هو نيجي نطلع على هاي القيمة، أنا بقدر أحلها بطريقة ثانية ولا لا؟ قصدك دكتور على الابروكسيميشن اللي أخذناه قبل شوي؟ لا مش على الابروكسيميشن، لا أنت ما بتعرف برنولي تري. أنا بحكي لك يا بدر، بحكي لك إنه أنت معك ثلاث ضربات، احتمالية إنك ولا تصيب ولا مرة، شو معناها؟ إنه ما تصيب بالمرة الأولى، وما تصيب بالمرة الثانية، وما تصيب بالمرة الثالثة، صح؟ صح. شوي محمد عماد انت قاعد تطلع على الفرع الثاني، انا بحكي قاعد عن الفرع الاول. طيب النوهد يعني انا زي كاني بحكي شو احتماليته انه ما يصيب ولا مره، عفوا انه ما ولا مره اصابه، انه ما يصيب بالمره الاولى وما يصيب بالمره الثانيه وما يصيب بالمره الثالثه. مش كل مره من المرات منفصله عن الثانيه اندبندنت؟ يعني احتماليه الاصابه في المره الاولى كم مقدارها؟ 0.4. طب احتمالية عدم الإصابة كم مقدارها؟ 0.6. فعندي أنا 0.6 مضروبة في 0.6 مضروبة في 0.6، صح ولا لا؟ المرة الأولى 0.6 ما أصيب، المرة الثانية 0.6 ما أصيب، المرة الثالثة 0.6 ما أصيب، واللي هي نفس احتمالية إنه شو احتمالية إنه محمد أو بدر ما يجي على المحاضرة ثلاث مرات وراء بعض، علما إنه احتمالية غيابه دائما تساوي مثلا 0.3. ما يجي ولا مرة معناها انه 0.7 في 0.7 او عفوا 0.3 في 0.3 في 0.3 اوكي، وهي نفس الشيء هلا، وهي تساوي نفس المقدار اللي هون، بس هون ليش احنا عندنا الان صغير؟ فانا بقدر اعمل زي هيك، لا وانا بحكي 3 على 0، 3 على 0 كم مقدارها هاي؟ حدا بيعرف؟ واحد. ليش؟ لانه عدد اختيار كم مره واحده اصلا، كم طريقة بتقدر تختار ولا إشي من أصل ثلاث أشياء اللي هي ولا طريقة واحدة إنك ما تختار ولا شيء؟ تمام؟ الـ 0.4 to the power 0 1 0.6 to the power 3 هاي هي نفسها اللي كنت أحكي عنها، اللي 0.6 مضروبة في 0.6 مضروبة في مين؟ في 0.6. معناها بيرنولي تريال أو بيرنولي المعادلة اللي شفناها قبل المحاضرة السابقة وشفناها وعوضنا عليها اليوم ما بتتعارض نهائيا مع مين؟
مع الاندبندنس اللي حكيناها زمان. الاندبندنس حكينا انه الاول مضروب احتماليه الاولى في الاحتماليه الثانيه مضروب في احتماليه الثالثه، تمام؟ وهذا نفس المقدار بيعطيني. بس لكن هل هذا دائما بيسعفني؟ مش بالضروره. اوكي، خلينا نشوف probability of one hit. probability of ايش؟ of one hit. شو احتماليه الاصابه مره واحده؟ انه k شو تساوي؟ تساوي 1. فهي probability of k equal 1. probability of k equal 1 اللي هي 3 over 1. 3 over 1 كم مقدارها؟ 3. لأنه هي تقدر تختار طابقة واحدة من أصل ثلاث طابات بثلاث طرق، يا إما تختار الأولى يا إما الثانية يا إما الثالثة، صح؟ فأنت في عندك هون مضروبة في 0.4 قوة واحد. الـ 0.4 مين هي؟ إنه أصيب مرة واحدة مضروبة في مين؟ في احتمالية. هذا شو يعني إني أصيب مرة واحدة؟ معناها إنه يا بصيب بالمرة الأولى وبالمرة الثانية والثالثة ما بصيب، يا إما بصيب بالمرة الثانية والأولى والثالثة ما بصيب، يا إما بصيب بالمرة الثالثة والأولى والثانية ما بصيب. زي كأنه أنا عندي في ثلاث احتمالات في هذا الموضوع. ثلاث احتمالات في هذا الموضوع، عشان هيك إجت للثري هون. أوكي؟ بس طبعا. أنت عشان تخاف يعني عشان ما تخربط فيها، أنت خذها على أنها بيرنولي تريل. البيرنولي تريل شو بيحكي لك؟ عوض بدل k equal 1 فبصير عندك 3 على 1 في 0.4 قوة 1، لأنه مين هاي؟ b to the power كم؟ to the power k. k كم مقدارها؟ 1. مضروب في مين؟ في 0.6 في 0.6 to the power كم؟ 2. الناقص k هي عدد مرتين من الفعل. اوكي؟ طيب شو احتمالية انه يصير في عندي كراش؟ سنتين او اكثر اكيد يعني. بالضبط، يا اما بتصيب مرتين يا اما بتصيب ثلاث مرات. فاحتماليه انه 2 اور مور هيتس هي نفسها نفس المعنى تبع مين؟ تبع probability of crash. فprobability of 2 اور مور هيتس يعني probability of 2 هيتس بلس probability of كم؟ 3 هيتس. اوف 3 هيتس، تمام؟ فبصير في عندي 3 اوفر 2 أو 3 combination 2 في مضروبة في 0.4 to the power 2 اللي هي هاي الاثنين بتطلع فوق، ومضروبة في 0.6 to the power 1 زائد 3 over 3 0.4 to the power 3 0.6 to the power 0. ليش to the power 0؟ لأنه هنا بدي أصيبه بالثلاث مرات، يعني ما في عندي ولا مرة ما أصبت فيها. فهذا يساوي 0.352، وهذا معناها أنه probability of 2 hits زائد probability of 2 hits. شوف التعليق على هاي القيمة، التعليق على هاي القيمة شو هو؟ إنه أنت كطيار لو كانت احتمالية إصابتك 0.4 فقط، 0.4 فقط، ومعك ثلاث محاولات إنك تصيب، أنت احتمالية إنك توقع البناية بالثلاث طلقات اللي معك هي لا تتجاوز 0.352. هذا شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي ان احتماليه انه البنايه توقع بهاي الاكسبيرمنت مقدار قليل، اللي هو اقل يعني تقريبا الثلث. دكتور، نعم، بس ممكن تعيد اخر ايش حكيته عنها؟ بحكي لك انه انا اذا كانت احتماليه اصابتك للبنايه في المره الواحده هي مقدارها 0.4 ومعك فقط ثلاث محاولات للاصابه، ثلاث محاولات للإصابة، معناها إنه أنت بالثلاث حالات لما بتضربهم احتمالية أنك توقع البناية، احتمالية أنك توقع البناية هي تقريبا فقط 35%. وهذا المعنى شو معنى؟ يعني إنه إذا كانت احتمالية الإصابة في المرة الواحدة 0.4 وهي قيمة ضئيلة، هاي 0.4 قيمة ضئيلة، احتمالية قليلة لدرجة إنها احتمالية أنك توقع البناية كمان راح يكون شو؟ احتمالية صغيرة. فلو رفعنا مثلا احنا الـ 0.4 هاي لو عملناها 0.9، انت هون اعمل 0.9
بدل 0.4 اللي بتغير عندك بس بدل ال 0.4 هون شو بصير 0.9 صح 0.9 to the power 2 وال 0.6 هون شو بصير بدالها 0.1 ونفس الشيء هون فأنت عندك هون بصير 0.9 to the power 2 اللي هي كم مقدارها 0.81 مضروبة في 0.1 روح على الباور بوينت نروح على الباور بوينت مرة ثانية اكتبها هون إذا كانت B تساوي 0.9 المرة الواحدة معناها probability of crash equal شو equal 3 اللي هي 3 over 2 يعني شو في اللي هي احتمالية اللي هي 3 مضروبة في مين في 0.9 قوة كم قوة 2 صح اللي هي 0.81 مضروب في 0.1 زائد كم 3 over 3 اللي هي 1 مضروبة في مين 0.81 مضروبة في مين في 0.9 صح 0.81 مضروب في 0.9 كم مقدارها 0.81 ضرب 0.9 equal هي 0.72 يعني زي كأنك بتحكي هي 3 مضروبة في 0.81 3 ضرب 0.81 ضرب 0.1 يساوي زائد 0.72 هاي شو تساوي بتصير 0.963 شو معنى هذا الحكي؟ معناه أنه أنا لما رفعت احتمالية الإصابة بالمرة الواحدة من 0.4 ل 0.9 يعني 90% في المرة الواحدة ممكن أصيب بتصير احتمالية أنه البناية توقع بعد ما أضربها ثلاث ضربات شو بتصير؟ 0.963 أوكي؟ وصلت دكتور 0.963 قيمة كبيرة مو صغيرة تعتبر لأنها قريب من الواحد كثير هي طيب هسا في مثال بدي أذكره قريب من هذا المثال نيو سلايد المثال شو بيحكي بيحكي أنه أنت في عندك باكت هذا الباكت أوف داتا يعني باينري داتا مثلا 1 1 0 1 0 1 0 1 كم رقم عندي هون أنا 8 Probability of flipping any bit is كم مثلاً point is equal to خلينا نعملها point مثلاً 3 okay what is the probability of receiving أنا غلط. Receiving the packet with no errors. شو يعني with no errors؟ إنه اللي بعت واحد يوصلني واحد واللي بعت صفر يوصلني صفر. بعت واحد وبعت يعني أنا بغض هون الواحد والصفر عندي ما فرقوا يعني احتمالية اختلاف الواحد تحول الواحد واحتمالية إنه أقلب الصفر هو متساوي. اوكي فعندي ان عدد كم تجربة انا في عندي ان كم تساوي 80 بي احتمالية شو هي بي راح تكون 0.3 احنا probability of flipping any bit is 0.3 صح 0.3
انا شو بدي اقلب العباره، بدي اعبر عن بي مش انها 0.3، بدي اعبر عنها بي على اساس انها شو probability of non flipping اوكي تساوي 0.7 اللي هي شو يعني هي فعليا تساوي شو probability of no flipping اوكي اللي هي 0.7 probability of انه عدد الفليبس يكون صفر شو يساوي اللي هو k equal كم صيرو صح وهذا شو يساوي يساوي ال n اللي هي الثمانية على مين بدي اكتبها زي ما بكتبها على الآلة الحاسبة n ال r كم مقدارها اللي هي تحت زيرو زيرو سي صغيرة مضروبة في مين مضروبة في زيرو تدبور كم زيرو عفوا k equal 0 في b اللي هي 0.7 to the power 0 اللي هي 1 مضروبه في مين 0.3 to the power 8 0.3 to the power 8 دكتور يعني... صوتك سابق الصوره كثير طيب شوي 0.3 هو 8 يا شوي ليش المشاكل اليوم هاي سامعين هسا هو انا بدي انهي لازم كمان شوي لانه هي خلصت المحاضره فعليا بس بس اخلص هاي الجزئيه بس اللي صفت عندك k equal 0 كم مقدارها 8 over 0 كم مقدارها هاي 1 صح مضروبه في 1 مضروبه في كم 0.3 قوه 8 لل0.3 قوه 8 كم مقدارها 6.561 6.5 مضروبة في إيش؟ في 10 قوة سالب 5 10 قوة سالب 5 اللي هي فعليا يعني زي كأنك بتحكي طلع زي كأنك بتحكي لو في عندك نظام كوميونيكيشن هذا النظام بيرسل باكيت كل باكيت فيه كم فيه 8 بتس تمام واحتمالية انه كل بت من هذول البتس يصير له فليبنج هي مقدارها 0.3 معناته احتمالية انك توصل الباكيت كامل بدون اي مشاكل كم مقدارها 0.7 10 قوة ماينس 5 تقريبا او 10 قوة ماينس يعني قليل كثير ليش؟ لأنه احتمالية أنك تغير باكت واحد بمقدار 0.3 برضو إشي كبير هذا أوكي؟ تمام تمام إحنا شو اللي نطلع عليه؟ بدنا هذا الرقم يكبر احنا كل ما عفوا كل ما صغر هذا الرقم اللي هو مين ال 0.3 كل ما صغر الرقم هذا لو اعتبرته مثلا 0.01 صح ال 0.01 شو بيعمل لي انه احتمال يصير فليبنج قليل كثير مستحيل يعني تقريبا مستحيل شو بعمل يعني 8 على 0 في كم في 0.99 في 0.99 قوة قوة شو اسمه على فكرة إيه؟ احنا خربطنا بشغلة شو هي 7 احنا كانت لا هاي مش واحدة هي اصلا هي هيك كانت بس خلينا ارجع اكتبها بطريقة مختلفة كانت 0.7 قوة صفر هي هاي 0.7 قوة صفر كانت اللي هي واحد نفسه يعني بس هون عندي صفر 8 over 0.7
قوة صفر اللي هو شوية احتمالية عدد ما أصيب ولا مرة، احتمالية إنه ما يتغير ولا إشي اللي هي 0.7 قوة صفر، في احتمالية إنه إيش؟ يصير في عندي فليبين قوة 8. يصير في فليبين قوة 8. طيب خلينا نجرب النظرية الثانية اللي هي شو راح تكون؟ 0.01. هاي شو راح تكون هاي؟ 0.99 وهذيك 0.01. لا هيك راح تزيد، راح يصير في عنا ايرور اكبر صح؟ بصير 1/10^16. لا هون في احنا في شغله مش منتبهين لها شو هي، وهذا لازم يصغر مش يكبر. احنا اللي عاملينه شوي، خلينا نرجع نتفرج على السؤال مره ثانيه. باكيت هذول هم probability of flipping any bit is equal 0.3، احتمال اني انا اقلب اي واحد منهم كم مقداره؟ 0.3 مقدار 0.3. فاحتماليه انه ما اصيب ولا مره، يعني انه ما اقلب ولا مره اللي هي 0.7 مضروب في 0.7 مضروب في 0.7 اللي هي العكس فعليا. اللي هاي 0.8 وهاي بوينت هاي 0. اوكي هون 0.8، سوري انا على الخربطه هاي لانه انا لما قلبت هون تذكر انا شو حطيت؟ حطيت 0.3 وبعدين شو حكيت؟ حكيت 0.7 وهون صفر. سوري هاي القيمه راح تختلف، اللي راح تصير 0.7 قوه 8. كم مقدارها 0.7 قوه 8؟ حدا بيطلعها؟ دكتور 0.0576. 0.0576 5.8 يعني. والبوينت 1 البوينت 99 قوه 8 هاي كم مقدارها تقريبا؟ 1 صح؟ 0.9227 0.9227 ممتاز. هاي هيك هيك منطق الجواب. هون بيحكي لك انه اذا انت قللت، اذا قللت الاحتماليه التغيير من 0.3 ل 0.1 عفوا تزيد احتماليه انه النو فليبنج لكم؟ ل 9227 يعني ل 92% تقريبا. وهاي مقدارها 5.8 كم؟ لو كان في عندك نظام زي هيك بيعمل فليبنج بمقدار 0.01 بتختاروا هذا النظام؟ يعني نظام بيعطيك من كل بت من كل باكيت بضرب لك بمقدار 92% من الباكيت، بخرب لك اياهم، عفوا بخرب لك تقريبا 0.77 من الباكيت، تختار تشتغل عليه ولا لا؟ مش مفهوم السؤال صح؟ ممكن تعيد دكتور؟ يعني انت في عندك نظام راوتر، خلينا نحكي احكي لك الراوتر اللي اشتريته انت انه احتمالية انه اي باكت بدك ترسله او تستقبله، عفوا باكت بدك تستقبله احتمالية انه يكون مضروب يعني فيه مشكلة ما رح تستفيد منه احتماليتها 7%. هل يعني هل بتختاروا هذا الراوتر انك تشتريه؟ مفروض قال انه احتماليه انه يصير في ايرور قليله. هون السؤال بيجي بيحكي شو هو الايرور المناسب لك بالنسبه لك. هلا احنا لما بنحكي على راوتر وعلى وايرلس كوميونيكيشن وديجيتال كوميونيكيشن بشكل عام، بدك تودي صور وبدك تودي وبدك تودي شغله زي، احنا بنحكي قاعدين عن احتماليه خطا مقدارها كم؟ 10^-6 10^-5 احتمالية خطأ. فأنا لما بحكي لك 7 يعني شو 7^-2 يعني في عندك لسه order of magnitude كم مقداره؟ 3 أو 4 يعني لسه في عندك 10,000 ضعف تقدر تحسن. هاي هم الستاندرد العالمية حاليا، الستاندردز العالميين في الراوترز وغيرهم انه احتمالية الخطأ ما تكون تتجاوز لأي بت من البتس كم؟
10 قوة ماينس 6 أو 10 قوة ماينس 5. أوكي؟ فهذا النظام اللي أنا اقترحته هون على الباوربوينت هذا النظام فاشل يعتبر. وهذا النظام اللي زي هيك اللي بيخلي الانترنت عندك بطيء جدا لما بتبعد عن مين انت؟ لما بتبعد عن الراوتر. ليش؟ لانك انت لما بتبعد عن الراوتر بتصير احتمالية التغير في البت باستقباله، يعني ان اقلب الصفر لواحد وواحد لصفر بتصير احتماليته كبير كثير، لدرجة انه بصير الراوتر يطلب من السيرفر انه يرجع يبعث البت اكثر من مرة. لذلك بصير في عندك بطء وين؟ في الانترنت. اوكي وصلت دكتور. خليني اوقف هون عشان احضر المحاضره اللي بعدها. يعطيكم العافيه شباب. اذا في حدا عنده اي سؤال يسالني بدايه المحاضره الجاي. اوكي ماشي، يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم شباب. دكتور في ممكن تعطينا 5 دقائق زياده قبل الانالوج؟ هلا قبل الانالوج، يعني انه لما تبلش مش على ال 2.5، مش على 3.5 ولا اوكي. لا انا بدي اجي الانالوج كمان ربع ساعه. خلص ممتاز. يلا يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم شباب.